تفسير رؤية الموز في المنام تؤول إلى كثرة الخيرات والمنافع التي سيحصل عليها الحالم في الأيام القادمة، كما أنه دلالة على العقيدة الراسخة والثابتة التي يتمتع بها الرائي، وعلامة أيضاً على قوة علاقته بربه. وسوف نتناول في هذا الفيديو تفسير رؤية الموز لكل من الفتاة العزباء والمرأة المتزوجة فيما يلي. تفسير رؤية الموز للمتزوجة في المنام. تدل رؤية الموز على مدى الهدوء والاستقرار النفسي والعاطفي الذي تعيش به، ومشاهدته تبشرها باقتراب حملها، كما قد يكون الموز في منامها دلالة على أنها سترزق بابن صالح وبار وسيقر الله عينها به، كما أن الحلم السابق يرمز إلى تقواها وأنها على دراية كبيرة بعلوم الشريعة الإسلامية، وأنها ذات مكانة وهيبة في المجتمع. وإذا رأت في منامها عدد كثير من ثمار الموز، كان ذلك علامة على كثرة الخيرات والرزق الذي ستحصل عليه، وأن الأموال التي ستجمعها ستأتي من أكثر من مصدر، ولكن جميع المصادر مشروعة. لكن رؤيتها للموز الفاسد الذي لا يصلح للأكل في المنام، رمزاً إلى الهموم والكروب والمحن التي ستلحق بها خلال الأيام القادمة. وإذا رأت نفسها تقوم بهرس الموز في المنام، دل ذلك على ضيق رزقها والفقر والقحط الذي سيحل على حياتها. وتدل رؤية إعطاء الموز في منام المتزوجة على قدوم مناسبات وأحداث سعيدة بشرط أن يكون الموز ناضج، فهي دلالة على تفوق أولادها في الدراسة،